وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. يا أهلا بك سعادة السفير. أهلا بك يا فندم. سعادة السفير، يعني ما مدى أهمية القمة الثلاثية التي تضم قادة مصر واليونان وقبرص خاصة في هذا التوقيت؟ كما تعلم حضرتك، هذه القمة تعد القمة الثلاثية الثالثة في إطار مبادرة الشرق البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت من القاهرة في نوفمبر من العام الماضي. وصدر إعلان القاهرة في هذا الشأن حول الأمن والاستقرار والرخاء في شرق البحر الأبيض المتوسط، وجعل هذه المنطقة التي مليئة بالغاز الطبيعي في قاع البحر المتوسط أن جعل من هذه المنطقة منطقة أمن وتعاون فيما بين كافة الشعوب المطلة على شرق البحر المتوسط. فالقمة الثالثة زي ما حضرتك قلت دي قمة هامة هتبني على ما تم إنجازه في القمتين السابقتين. القمة الأولى كما تتذكر حضرتك عقدت في القاهرة واللي كان حضرتك انطلق من خلالها المبادرة، ثم القمة الثانية عقدت في نيقوسية في أبريل الماضي، وهذه هي القمة الثالثة التي ستعقد إن شاء الله في العاصمة اليونانية. وبذلك نكون قد الدول الثلاثة أرست دعائم لتعاون مستقبلي هذه المنطقة المضطربة من العالم في مسيس الحاجة إليه، لأن الصراعات على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط والخليج وآسيا الصغرى ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ممكن تكون هي حضرتك في منطقة صراعات مستقبلية قد تؤدي إلى حروب بين دول. سعادة السفير، يعني ما الذي يمكن أن تقدمه اليونان وقبرص لمصر فيما يتعلق في ملف مكافحة الإرهاب؟ مكافحة الإرهاب حضرتك بتتم على عدة محاور، منها استخدام القوة، منها الأمني، منها محاربة الفكر المتطرف، منها محاصرة التمويل، منها منع تدفق الإرهابيين أو العناصر المرشحة للانضمام إلى الجماعات الإرهابية. كل هذه المحاور هي حضرتك تمثل طبعا فرص متاحة أمام كل من مصر واليونان وقبرص لتدعيم التعاون فيما بينها في كل هذه المحاور. أنا في تقديري لعل يكون من أهم هذه المحاور هم ثلاثة بالنسبة عند يعني في إطار حديثنا عن العلاقات المصرية اليونانية القبرصية. أول محور هو تبادل المعلومات ذات الطبيعة الاستخباراتية، ده في غاية الأهمية حضرتك. المحور الثاني هو العمل على تكثيف منابع تمويل الإرهاب. المحور الثالث والأخير هو محاربة الفكر المتطرف والحيلولة، التنسيق والتعاون فيما بين الأجهزة المختلفة في الدول المذكورة في عدم انضمام عناصر شابة إلى الجماعات الإرهابية. ودي حضرتك ثلاث محاور، ثلاث مجالات وضحت. أتمنى أن يتم تعزيز التعاون بين هذه الدول الثلاثة فيها. وضحت الصورة سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، شكرا جزيلا لك.